يعتبر العرعر من النباتات الطبية الشائعة، والجزء المفيد منه طبيا هو الثمر، والذي يميل لونه بين الأزرق الداكن إلى الأسود. تحتوي ثمار العرعر على زيوت طيارة، وفيها العديد من المركبات العضوية ذات الخصائص الطبية، ومنها مركبات أحاديات التربين بالإنجليزية Monoterpenes، ومركبات ثنائية التربين بالإنجليزية Diterpenes، وأحاديات ونصف التربين سيسكي توربين بالإنجليزية سيسكي توربين، ومركبات الليجنان بالإنجليزية لجنانس، ومركبات الفلافونويند بالإنجليزية فلافونويدز، وغيرها الكثير. الفوائد الطبية للعرعر: يمتلك العرعر خصائص طبية متعددة، فهو مضاد للبكتيريا والميكروبات، ومضاد للفيروسات، ومدر للبول، وله خصائص معقمة أيضا. لذلك يستخدم العرعر في علاج العديد من الأمراض والمشاكل الصحية، منها يستخدم منقوع العرعر لعلاج الغازات وانتفاخ البطن وآلام المغص، ويسهل عملية الهضم. يستخدم في علاج الالتهابات والتشنجات المعوية وحرقة المعدة والديدان المعوية، ومنها الدودة الشريطية. يساعد نبات العرعر في تطهير الجسم وتخليصه من السموم، ويعمل كمدر جيد للبول، ولذا يساعد في علاج التهابات المسالك البولية والتخلص من حصى الكلية أو حصى المثانة. يساعد في علاج مرض النقرس والتخفيف من أعراضه، فمفعوله في إدرار البول يساعد الجسم على التخلص من حمض اليوريك. يستخدم في علاج آلام الروماتيزم بنوعيه العضلي والمفصلي. يحتوي العرعر على خصائص مشابه للإنسولين، ويساعد في التخفيف من مستوى السكري في الدم لدى مرضى السكري. يساعد في علاج عسر الطمث لدى النساء. استنشاق الزيوت الطيارة الموجودة في العرعر يساعد في علاج مشاكل الربو وضيق النفس والتهاب القصبات والتخفيف من السعال، كما يدخل في صناعة الأدوية الخاصة بعلاج هذه الأمراض. يقضي على رائحة الفم الكريهة، ويساعد في علاج الشهقة. يستخدم مغلي ثمار العرعر موضعيا لعلاج الأمراض الجلدية كالأكزيما والصدفية والثأليل والقدم الرياضية والصدفية والدمامل وحدب الشباب. يعد الاستخدام الموضعي لمغلي أخشاب العرعر علاجا مفيدا للصدفية التي تصيب فروة الرأس. يستخدم بشكل موضعي لعلاج الحروق، ويساعد في التئام الجروح. يستخدم في علاج مشاكل فروة الرأس كالقن والصيبان. يقضي على البراغيث والقردان والجرب الذي يظهر على الحيوانات المنزلية. يمنع ظهور الشيب في الشعر ويحافظ على الشعر ويمنعه من التساقط. يستخدم على شكل مضمضة لتسكين ألم الأسنان وعلاج التهاب اللثة. يستخدم في علاج حالات الفتق المختلفة، ويساعد في علاج الكسور والرضوض وضعف العصب. الفوائد غير الطبية للعرعر: إضافة إلى الفوائد الطبية المتعددة لنبات العرعر، فإن له استخدامات وفوائد أخرى غير طبية. فالزيوت الموجودة في العرعر لها رائحة تشبه التربنتين، ولها طعم مر لاذع، ولذلك يستخدم كنوع من البهار أو التوابل للأطعمة والمشروبات المختلفة. من ناحية أخرى يستخدم العرعر كمعطر، كما يدخل في صناعة الصابون والمستحضرات التجميلية المختلفة كأحمر الشفاه وكريم الأساس وظل العيون وحمام الزيت ومصفف الشعر. أما خشب العرعر فيستخدم في أعمال النجارة المختلفة، كما يستخدم في صناعة الفخاريات. من جهة أخرى يدخل في تحضير القطران الأسود وزيت القطران، حيث يستعمل القطران الأسود في طلاء الأبواب والنوافذ، كما يتم استعماله كمضاد للبكتيريا. تحضير شراب العرعر: يستخدم العرعر بأشكال مختلفة، فيمكن تحضيره على شكل منقوع أو شاي أو كبسولة أو كريم أو لوشن. يتم تحضير شاي العرعر من خلال سكب كوب من الماء المغلي على معلقة كبيرة من ثمار العرعر وتغطيته لمدة من 10 إلى 20 دقيقة، وبعدها يصبح جاهزا للشرب. والأفضل شرب كوبين من شاي العرعر يوميا، على أن لا يستخدم لمدة تتعدى أسبوعين متواصلين. يحضر منقوع العرعر بوضع 25 حبة من ثمار العرعر في كوب من الماء ويترك طوال الليل، ولتحقيق أفضل استفادة يفضل تناوله 3 مرات في اليوم.
كما يمكن صناعة ما يسمى برب العرعار، وهو مسحوق لزج يشبه المربى، ويتم حفظه بنفس الطريقة التي يحفظ فيها المربى، ويتم تجهيزه من خلال انتقاء حبات العرعار الناضجة بشكل تام، ثم القيام بغليها بكمية مناسبة من الماء، ثم تتم تصفيتها وحرسها جيدا وإضافة السكر إليها، ثم يتم إعادتها إلى الغاز وغلها مرة أخرى حتى يتم الحصول على مزيج لزج ويشبه قوام المربى، ثم يتم حفظه لوقت الاستخدام. تحذيرة حول استخدام العرعار: يعد العرعار من النباتات الطبيعية، لذلك فإن استخدامه أو تناوله على المستوى الطبيعي وباعتدال لفترات قصيرة يعتبر آمنا ولا يؤدي إلى حدوث أي ضرر في الغالب، ولكن قد يؤدي تناوله بكميات كبيرة أو لفترات طويلة إلى حدوث مشاكل في الكلى أو الإصابة بنوبات التشنج وغيرها من الأعراض الجانبية. كما أن استخدام العرعار موضعيا قد يسبب أحيانا تهيجا في الجلد وحدوث احمرار وانتفاخ، ولا يفضل استخدامها على الجروح الكبيرة والواسعة فيما يخص بعض الفئات من المرضى، فإن استخدام العرعار من قبل مرضى السكري قد يؤدي إلى انخفاض السكر في الدم وتكرار حدوث نوبات هبوط السكر. وبخصوص مرضى ضغط الدم، فاستخدام العرعار قد يجعل السيطرة على ارتفاع ضغط الدم أكثر صعوبة، كما ينصح بالتوقف عن تناول العرعار قبل أسبوعين من إجراء أي عملية جراحية لتجنب حدوث أي مضاعفات، كما ينصح بتجنب تناول العرعار من قبل الأم الحامل أو المرضع. فالدراسات العلمية بينت أن استخدامه أثناء الحمل قد يتسبب بحدوث إجهاض، بينما لا توجد دراسات تبين مدى تأثير تناول العرعار من قبل المرضع على الطفل الرضيع، لذلك يفضل تجنب تناوله في الحالتين.